أما دعاء إبراهيم عليه السلام ك بو أتوعين بو أمتي إسلام وبو بيغمبري خواك لآخر زمان دي خواي قولة شيئا فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم شي دي أباس كراوة دعوائي شيئا قابوة شيئا باريتوا يتلو عليهم آياتك يكم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم دعاءك أخوائي قولا لنا أمتي إسلاما لو شوانيك أو كعبة دروسك أم كسيك بي ببيتا بيغمبر أم كارانبك أو ريزبندتان لبير بي أخوائي قولا كباسي لآل عمران صو شصو شوارا فرمي شي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم عفوا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سيتسلسلك كان يتلو عليهم آيات خوان بس الأخوين ويزكيهم ناخيا باك كاتو سيهم ويعلمهم الكتاب لقال يا والحكمة أمش ريزبندية كتيرة دواتر وكتم أشينا والسليل لآيات كتيرة لسورة جمعة هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لسورة بقرة صو بنجابية كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون أجل سرنج بدين أم آياتنا كومل اشتبو إيما دياري كردوا كبيامي إسلام بيامي بيغمبر إسلامي لسر وستاوى شنشتيكي جرينجا طبعاً يا كميان بانجوازة كواتا كبريتية لتلاوة الآيات يا إخراج الناس من الضلال خلنا ويا تكاني خوا دركرني خلكي لقوم رأي أجل سرنج بدعي هم أو شوار آياتك كباسي يكشتكا لدعاك إبراهيم عليه السلام وتاوكو أو سيشواني تريش كباسيكا يتلو عليهم آياتك كواتا أولويتي جياني مسلمان وكاري إسلام يكان وكومل إسلام يكان يكم شد دعوو بانغوازو بانغ شكرتنا نابي أو لبير كريب بهي الشيوية هركاتي أو بايا قرنغا أو أولويتا لبير كرا يعني كلين وخلاليك هيا بهي شتيكي تير برنا كريتو توبو ودروز بيت فيام بري خوا هم إبراهيم عليه السلام أو داوائي كردوا وهم لقرآن شجاري كتير سبحان الله سيركي تأكيد لسر همان بيور كراوة توا